نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط متكافئ. شوط متكافئ. خساره. خساره. مفيش دعوه انا اللي بتيجي في العارضه اللي بتروح انا ليا دعوه في خط السته، بعمل الكره بالارض جون، والجون واقع الثاني يردها في اي حته في الجون جون، وفي زيادات عدديه بنعملها في الكاونتر اتاك نقدر نستغلها. لازم نستغلها افضل من كده. وهم التعب بيحل عليهم، خدت بالك؟ احنا لازم بنضغط اكتر من كده. يعني انت يعني ما نقدرش ان هم فرقه مش كويسه، بس مش دول ابطال امريكا الجنوبيه، دول سابع في الدوري بتاعهم ويا دوبك بينقلوا كره صح، عشان انت حلل عليك التعب برضه. وبعدين في عدم التوفيق في اكرم توفيق في الناحيه اليمين دي، يعني لابد ان يكون ديانج ليه دور هيفرق معاه كتير قوي، ينقذه من حاجات كتير جدا، اشتراكات، زياده عدديه، بيساعد في ناحيه اليمين كلها. راجل ممكن يلعب ستة وثمانية واربعة، يقدر يعمل لك حاجات كتير جدا ويملك الحالة البدنية، والماتش ده عايز حالة بدنية. لو هتتفرج عليك وعايز تكمل الشوط الثاني، الشوط الثاني انت بتعمل كل حاجة كويس، بتعمل ضغط كويس قوي، عندك داش في الالتحامات، ما بتديهمش فرصة كتير قوي غير انهم بيستلموا سهل في النص التحتاني، ولكن استلامهم السهل ده، استلامهم السهل ده من التعب بتاعك. من عدم المجازفة بتاعتك، انك انت ممكن يكون الراجل المتحرر مارسيلو انت كلنا قاعدين نقول هو اللي بيدخله جوه، وعايز يزيد عليك في نص الملعب ويزيد عليك في اللاين فيرويد ويعمل فراغات لكينو ان هو يقدر الكره تلعب عنده، وتعمل العرضيات للراجل اللي جاي من الناحيه الثانيه عن طريق علي معلول. هم عندهم فكر وكره كويس، ولكن ما زال الاعمار السنيه بتاعتهم ودون بطء شويه في التنفيذ. صح. كابتن اسامه، رايك في اداء الفريقين الشوط الاول؟ شوط جيد للنادي الاهلي، جاله اكتر من فرصه، بالذات الانفراد اللي جه لبيرسيتاو من ناحيه اليمين، بس استلم طولت منه الراجل ميلو قطعها منه، وطبعا الكره الاكيده بتاعت كهربا وردت، وكان بيرسيتاو ممكن يتعامل معاها احسن من كده، وفي اكتر من تسديده ومحاولات. البدايه هم ضغطوا شويه، لكن النادي الاهلي حماسه كبير جدا جدا، يعني دي انا يعني بحييهم عليها الشوط الاولاني، واتمنى الشوط الثاني يمشي كده. كميه الجري اللي بيعملها لعيبه الاهلي عاليه جدا، رغم ان احنا كنا متخوفين ان الماتش اللي فات بقى له يومين او ثلاثه بس، لكن كميه الجري عاليه جدا من كل اللعيبه تقريبا، ولكن ينقص بس استغلال الفرص اللي بتيجي. صحيح. هما بالنسبه لهم بيلعبوا بخبره، بيلعبوا بخبره كبيره، يعني انت بتتكلم في سبعه اعمارهم فوق ال 34 سنه، عندهم زي ما قلنا قبل اللقاء انه البرازيليين عندهم الاستلام والتسلم مع بقى خبرتهم الكبيره، بيعرفوا يفكوا الكره اوقات في نص الملعب او في الاطراف بعامل الخبره، لكن كميه الجري فارقه معاهم كتير قوي، واتلاحظت مع نهايات الشوط. ابتدى النادي الاهلي هو اللي بيسرع لقدام، وهم بيحاولوا يتكتلوا على ال 18 عندهم، عشان النادي الاهلي بقى اخطر من الكميات الجري اللي بيعملها عكسهم هم. فالماتش متكافئ، هم برضو ليهم كورتين في القائم، لكن الاهلي كان الى حد ما افضل نسبيا. صحيح. لكن تقدر تقول شوط يعني جيد من النادي الاهلي، وهم برضو فرقه كويسه، لكن المعدل الاعمار ده ان شاء الله معدل الاعمار هيفرق الشوط الثاني. بقينا في الشوط الاولاني كمان. طيب. فربنا يسهل ان شاء الله. بيزن. كابتن عادل، نتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول، كيف يفكر مستر كولر الشوط الثاني؟ اتمنى منه ان هو يعمل تغيير مباشره، لانه المباراه بتاعه اتحاد جده هتاثر عليك الشوط الثاني. بكمل جد والمجهود اللي انت عملته الشوط الاول، التجريد كتير، يجب انك انت تعمل ثلاث توقفات في التغيير، اول تغيير بدايه الشوط طبعا بين الشوطين عشان يتحسب لك توقف، عشان تقدر كمان تراعي حته الفرق في اللياقه البدنيه ما بين المباراه والمباراه. وجهه نظرك ممكن يستعين بمين؟ لازم عندك لازم يستعين بديانج ويخرج اكرم، ده رقم واحد. رقم اتنين يستعين براس حربه غير كهرباء، عنده سرعات، لان عندهم سردباكين ابطا حاجه في الدنيا، يعني بطاء بطاء للغايه. انا ممكن العب في بيرسي جوه، بيرسي جوه، وممكن انزل طاهر او لاعب طاهر جوه. انا اتمنى ان يبقى في واحد عنده خفيه حركه جوه عند اللي هم السرد باكين، البطء اللي عندهم
الكبر في السن، عدم الجري بـ 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 يعني بسرعه، التغطيه بتاعتهم وحشه، ادينا شفنا في كل الاحوال. الحاجه الثانيه المهمه انك انت الهجمات المرتده اللي انت بتشتغل فيها لازم تستدي شويه في الجري، لان اكتر من واحده كان لازم يطلع علي معلول من الناحيه دي، ومع حسين الشحات ممكن لو حطها له هيروح على الجون انفراد. الناحيه الثانيه برستاو كان جاي لبرده لحسين الشحات وفضل ان هو يشوط في الجون. فعلشان كده بتكلم على الشوط الثاني تبدا بالتغيير من دلوقتي عشان تعمل توازن في اللياقه البدنيه، لان هم اكبر في السن وممكن ينزل المعدل الجري بتاعهم، انت كمان معدل الجري بتاعك هينزل كتير علشان انت لاعب ماتش صعب من يومين. صحيح. طيب كابتن بلال، سريعا رؤيتك الفنيه لحدث الشوط الاول، وماذا سيحدث الشوط الثاني من وجهه نظرك؟ شوف يا كابتن، احنا مشكلتنا الوحيده ان احنا ما سجلناش هدف في الشوط الاول. لو سجلنا هدف كانت المعنويات هتزيد، الروح القتاليه تبقى اعلى بكتير جدا، الفرقه الثانيه هتقع فنيا وبدنيا. هي دي مشكله الشوط الاول الوحيد. تأديت شوط رائع جدا جدا جدا، لياقه بدنيه عاليه، لعبت بشكل حلو جدا جدا، واستغليت المساحات الفاضيه في الهجمات المرتده، ولكن يعيب النادي الاهلي التسرع في انهاء الهجمات. يعني كل الكرات المرتده اللي احنا عملناها وبنيناها كلها في الفينش كلها تسرع، مش سرعه، تسرع. خلاص توصلت ال 18، استنى وطلع الشحات، استنى وطلع علي معلول، استنى وطلع امام عاشور، كان لازم نستغل واحده من دي. هل الشوط الثاني هم ممكن، خد بالك هم هيبقى عندنا مشكله في حاله واحده بس، ان هم لو تعبوا وقفلوا تمام وابتدوا يلعبوا على الكاونتر اتاك، هيبقى احنا اللي عندنا مشكله في الحته دي، هيبقى فرق السرعات مش لصالحنا. لان هم كمان بيخرجوا بالكره بشكل سلس، يعني بيعرفوا يعملوا بيلد اب للهجمه، تمام. لعيب كوره طبعا بيعرفوا يلعبوا بشكل كويس، يعني بيعرفوا يبنوا هجمه بشكل كويس. فلو ادونا المساحه الشوط الثاني هيبقى في فرصه للنادي الاهلي، لو ما اداش مساحه الشوط الثاني هيبقى عندنا مشكله كبيره يا كابتن علي. ربنا يوفق ان شاء الله. انا بس في حاجه اقولها سريعا، انا ما اعتقدش انه يغير بين الشوطين. ليه؟ لان الفرقه ماشيه كويس. صعب قوي المدير الفني يبقى الفرقه ماشيه كويس ويخاطر ويعمل تغيير، ويخاطر ويعمل تغيير الا لو في ممكن حد تعبان. ممكن هي يا كابتن، بس ده ماتش من يومين. انا ماشي ماشي، بس انا ممكن بعد 10 دقائق ربع ساعه، لكن طالما الفرقه ماشيه كويس ما اعتقدش انه يغير من الاول. هو عشان يغير كمان، على فكره المدير الفني بتاعهم بيغير، واحيانا بيغير ممكن هم لان انا قلت لك معدل اعمار كبير بالزبط. واللياقه البدنيه يعني في واضح في مساحات في الجري، فممكن يغير واحد او اثنين ممكن. هو بس عشان مستر كولر ما بيحبش يغير ما بين الشوطين، لكن انا بتكلم على التغيير ما بين الشوطين عشان يستغل التغيير. موضوع اكرم توفيق واضح، واكرم توفيق واضح يعني، ما فلازم لا ديانج طبعا من البدايه غير امام عاشور مش جديد عليه يعني. لا احتمال يغير. عموما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.